كلنا بنسمع لما بتكون في عملية حسابية صعبة جدا انها عاملة زي حسبة بيرما. هل معنى كده ان في معادلة رياضية في الجبر اسمها بيرما؟ لا طبعا. طب تطلع ايه بيرما وايه هي حسبتها؟ وهل كانت عبارة عن معادلة رياضية؟ وهل هي مقولة عالمية زي ما بتبدو ولا حاجة محلية؟ والاهم عشان ندخل في الموضوع على طول، ايه علاقتها بالبيض؟ قبل ما ندخل في الحسبة نفسها خلونا نعرفكم ايه هي بيرما. بيرما هي قرية صغيرة في محافظة الغربية جنب طنطا. وخلونا نبدأ بالمقال اللي اتنشر في مجلة المصور المشهورة جدا وقتها في 11 فبراير 1955. المقال كان معاه صورة راجل رائد على بيض، وكان عنوان المقال رجال يرقدون على البيض لتفريخ الكتاكيت. بيقول المقال ان في قرية جنب طنطا اسمها بيرما. القرية دي بتشتهر بالبيض والكتاكيت، وان بعض رجالة القرية اللي ما عندهمش فرن لتفريخ الكتاكيت بيشتغلوا في الموضوع ده، وهم انهم يرقدوا على البيض، وبتكون الوردية 6 ساعات موزعة على اليوم كله. طبعا الرجالة كانت بتقعد جنب البيض مش فوقيه علشان البيض ما يتكسرش. طب كده احنا عرفنا ايه هي بيرما، وعرفنا شهرتها بالبيض والكتاكيت. نيجي بقى لقصة حسبة بيرما واللي برضو حكت عنها المجلة في نفس الموضوع. بتقول القصة ان في ست من بيرما كانت شايلة قفص مليان بيض، وواضح كده انها كانت نزلت بيها خارج بيرما، وهي ماشية خبط فيها راجل، فالقفص والبيض وقعوا في الارض وكل البيض اللي فيه اتكسر. الراجل حب يعوضها، خصوصا ان كمان الناس كلها اتلمت حواليهم. ولما الراجل سألها عن عدد البيض عشان يدفع لها فلوسه، كانت اجابتها اغرب اجابة ممكن تسمعها. قالت للراجل والناس اللي كانوا واقفين انها ما تعرفش عدد البيض بالظبط، لكن هي عارفة ان البيض لو اتعد 2-2 هيتبقى بيضة، ولو 3-3 هيتبقى بيضة، ولو 4-4 هيتبقى بيضة، ولو 5-5 و6-6 برضو هيتبقى بيضة، انما بقى لو اتعد 7-7 مش هيتبقى حاجة. احتار كل الناس اللي كانوا واقفين في المعادلة الرياضية المعقدة دي، وفعلا هي تعتبر معادلة جبرية قوية جدا. فضل الناس يحسبوا فيها، وانا مش عارفة حسبوها ازاي يدوي كده، لكن وصلوا للحل. اسيبكم بقى شوية تحسبوها ولا لا؟ هقول لكم، طلع الحل 301، ومن وقتها انتشر تعبير حسبة بيرما على اي عملية حسابية معقدة. في مجلة ديوان الاهرام العدد 33 الصادر في يناير 2018 كان في مقالة دورية اسمها صحافة زمان. كان العنوان في العدد ده بيرما ليست مجرد حسبة، واتكتبت المقالة اعتمادا على اللي اتنشر في مجلة المصور زي ما قلنا في العدد 1583 والصادر في 11 فبراير 1955. بتقول المقالة ان جميع اهالي قرية بيرما كانوا بيشتغلوا بتجارة البيض والكتاكيت، وان القرية في الوقت ده كانت هي اللي بتمد مصر كلها بالكتاكيت والبيض والفراخ، وان في القرية وقتها سنة 1955 كان فيه 6 معامل للتفريخ، كل معمل كان فيه 8 أفران، وكل فرن بيسيع 8000 بيضة، وكان انتاج المعامل دي بيقدر بمليون ونص مليون كتكوت سنويا.